تربويا تعرف ابتدائية بن صرف جلول بابن حواء فشل وضعا كارثية داخل هيكلها التربوي على غرار انعدام ادنى شروط تمدرس بما اثار استياء اولياء تلاميذ الابتدائية المزيد في تقرير رشيد مشرب وهشام بشكيت في الوقت الذي باشرت فيه عديد المؤسسات التربوية باستقبال موسم دراسي بتنظيف المدارس وتزيينها في حين ابتدائية الشهيد بن زرقا جلول بدوار تمزجيدة لولاية شلف لم تعرف التفاتة من مديرية التربية ولا السلطات المحلية للبلدية من أجل تهيئتها أو على الأقل تنظيفها أذراري مساكين ما راهم في ما, ما يقدروش يقراو عليهم واللي على بالك ما كاش راك تشوف والماء ما كاش والمطعم كاين بصح ما كاش ما ياكلوش ياكلوا غير روبا فروا كما راك تشوف انا في هذا الوضع المؤسسه هذه راهي في حال ترميم بدون تعويض وما كاش اللي مستكل بها ما كاش اللي يهضر عليها لا من السلطات المحليه ولا من كل ناحيه وتكلمنا عليها عده مرات ما كان حتى اجابه علينا ما كان لا خدامين تاع الصليح ما كان لا ما كان حتى حاجه ما كاش راك تشوف اي واحد يقدر يشوفها ما يقولش مؤسسه هذه يقول كوري وصاي مردو ما كاع من الداخل والصليح الداخل اي واحد ما يقدرش يتمنى ولدو يقرا كيما هكا اقسام تكاد توصف بالاستبلات اسقف ايله للسقوط وجدران مهترئه نفايات في كل مكان هو حال هذه الابتدائيه التي لم يلتحق بها لا معلم ولا مدير الى يومنا هذا احنا عندنا ما راك تشوف في هذا شوف شو تاعو باش يجوا باش يلحقوا لهنايا دير لهم العشرة 10 ل 11 باش يلحقوا من بعد النهار يروحوا ثاني يروحوا الصباح فمليح اسم ما كان لا يظلوا هنا يلعبوا العشيه يروحوا يروحوا على الحيه راهي موسخانه كاع اللي يكون طايح كاع ما بقى فيه والو دخول غير موفق تاخر في عدم 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 التحاق الاساتذه المدراء هكذا في ظل وضعيه كما هذه كيفاش التلاميذ يقراو ينتظر اولياء التلاميذ من السلطات المعنيه التدخل من اجل ترميم هذه المدرسه فهل يلتحقون بمدارس الدراسه ام اخذ دروس في النظافه الجواب للجهات الوصيه